يقدروا ياخدوا كورس اونلاين فور فري. معانا دلوقتي على التليفون محمود وهبه مؤسس الصفحه. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك، الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. منورنا جدا يا محمود. ده نورك يا استاذ عمرو. محمود احكي لنا كده، او نقدر بقى ندخل في الموضوع على طول ونقول للناس ايه ابرز الاماكن او ابرز الكورسز الاونلاين المتاحه دلوقتي، والمجالات كمان اللي فيها الكورسز ايه؟ والله الفتره الاخيره كثير من المنظمات العالميه زي كورسيرا وهيدمي عملوا مبادرات كويسه جدا، اللي هي بتنزل كورسز من جامعات معتمده فري للطلبه بسبب فيروس كورونا وكده. اهمها مثلا كورسيرا عملت برنامج اسمه كورسيرا تقدر للطلاب الثانوي وطلاب الجامعات، بتقدم فيه كورسات كتير في مجالات كتير جدا. ويودمي كل يوم بتنزل كوبونات لكورسات فري وبتاخد شهاده في موقع اسمه فيوتشر ليرن برضه، تبع من تقريبا اقوى 10 جامعات في العالم، عاملين معاه اللي هي سبونسر شيب او اللي هي راعيين للكورسات ديت، بيقدمها ناس على مستوى عالي. وفي ادراك وموقع رواق برضه بيقدموا كورسات، بس الكورسات بتبقى باللغه العربيه يعني. وفي امازون عملت حاجه جميله جدا اللي هي بتوفر كتب بالانجليزي لطلاب، الطلاب مثلا اللي حابه تحسن الانجليزي كل الكتب دي فري. وطبعا المؤسسات شركات كبيره جدا زي اتش بي واي بي ام عملت كورسات فري بشهادات معتمده منها للطلاب اللي هي مهتمه بمجال التكنولوجيا والبرمجه. طيب محمود، كواليفاي يور سيلف، الصفحه بتقدم ايه للناس؟ الصفحه هي هدفها ان انا بساعد الطلبه اللي هي تاخد كورسات، وازاي تبقى مثلا يعني عايز ابقى لينك بين الطلبه وبين الوظائف اللي بره، بحيث اللي هو الطالب بتخرج يقول يشوف الوظيفه دي محتاجه ايه. لا انا عايز هو لسه طالب يشوف الوظيفه محتاجه ايه ويبدا يشتغل على الحاجات دي من الوقت. محتاجه كورس انجليزي يبدا يحسن انجليزي، محتاجه مثلا اللي هي مهارات التوظيف اللي هو ازاي يتعامل مع تيم، ازاي يبقى يشتغل تحت ضغط، الحاجات دي كلها، بحيث اللي هو يبقى مؤهل، ما يطلعش استنى سنتين يتاهل، لا اللي هو يبقى مؤهل اول ما يتخرج على طول. فانا بساعدهم يوصلوا للكورسات، وفي نفس الوقت بساعدهم ان هم ياخدوا مثلا تدريبات، لو في اي فرصه للتطوع بساعدهم يوصلوا للتطوع دي. طيب محمود، هل بيكون في شهادات اجتياز في المرحله دي، زي لو كان او لو كنت هاخد الكورس في وقت تاني وادفع مقابل ليه او ادفع فلوس ليه؟ اه تمام، في موقع كورسيرا بيقدم شهادات معتمده ويودمي، بس مش كل الكورسات بتبقى لها شهاده، في مواقع مثلا بتقدم المحتوى بس فري، انما لو انت عاوز الشهاده بتدفع مبلغ رمزي جدا، بس 95% من اللي هي المنصات ديت بتقدم الشهاده فري، زي كورسيرا ويودمي وموقع اسمه فيوتشر ليرن بيقدموا كورسات فري. طيب محمود، لو قلنا انه عندي نفس المحتوى هاخده اونلاين او هدرسه عن طريق الجامعه او هروح المؤسسه نفسها، ايه الفرق؟ يعني هل في فرق هنا بالنسبه للحاجات اللي منتشره اونلاين، ولا مفيش فرق هنا اونلاين او بيتعلم بشكل مباشر سياب؟ العكس، الاونلاين بيبقى بيوفر فلوسه ووقته ومجهوده، ممكن المواصلات تاخد وقت، وفي معظم السناتر او يعني تبقى في سناتر في الجامعه كده تبقى دافع الاول استداره، انما الاونلاين انت ممكن تاخد شهادات من جامعه زي هارفارد مثلا، دي من اقوى جامعه في العالم، بيبقى في كورسات فري تبعها، يعني الفتره دي نزلت فيها كمان كورسات فري على الويب سايت بتاعها. فهي ما شاء الله حاجه كويسه جدا. طب انت شايف ايه من وجهه نظرك مميزات وعيوب فكره انه حد ياخد كورس اونلاين، او حتى زي ما كنا بنتكلم التعلم عن بعد للطلبه؟ المميزات اللي هي زي ما قلت، اللي هي بتوفر الوقت والمجهود، وفي نفس الوقت تبقى يوصل لجامعات عالميه وهو في بيته يعني. صح. من العيوب اللي هم ما بقاش يعني هو زي هو راكب على نفسه، فبالتالي ممكن يعني الاسئله مثلا او الشهاده ممكن يكون مشغل الكورس وهو بيتفرج على التلفزيون او مش مركز. مش مركز بالظبط. هو راكب على نفسه في الحته دي. طيب ايه هي افضل المجالات اللي اقدر اخد فيها كورسات اونلاين، وفي مجالات ثانيه اقول لا دي مش احسن حاجه فيها الاونلاين؟ هي افضل المجالات فعلا الطلبه بدات تركز فيها، بخصوص اللي هي يعني كل واحد في البيت، بتبقى البرمجه والتصميم، وطبعا اللي هو التسويق الالكتروني، كتير من الطلبه بتركز في الحاجات دي، بجانب بقى اللي هي مهارات التوظيف. كل طالب بيختار الكورسات اللي هي ريليتد اكتر بمجال دراسته، مثلا يعني تجاره يركزوا في البيزنس والاكونتنج، حاسبات وكده بروجرامنج اكتر، يعني هم كل طالب بيختار الكورسات اللي هي ريليتد اكتر بمجال دراسته. وبجانب بقى اللي هي الكورسات اللي هي ازاي يشتغلها من البيت، يعني التسويق الالكتروني ممكن يشتغل من البيت، البرمجه، التصميم، فالحاجات تبقى عليها اقبال اكتر. بجانب الانجليزي بيبقى كله بقى محتاج الانجليزي في اي يعني اللغه بصفه عامه، يعني اللغه اللغه بصفه عامه فعلا.
طيب محمود، هل في منصات معينة بتقدم كورسز للمواهب؟ يعني مثلا كورس يكون للناس اللي مهتمة بالموسيقى أو بالرسم أو الحاجات دي ولا لأ؟ هو في بس ما بتبقاش كتيرة قوي. هو يعني أي مواقع من المواقع اللي هي المنصات الأونلاين ديت بتقدم كورسات مثلا اللي هم طلبة فنون اللي هم بيبقوا مهتمين أكتر بالرسم والحاجات دي، بس بتبقى عددها قليل وفي نفس الوقت بتبقى غالية شوية لأن معلش بتخلص دي. طيب عايز اخد بقى التعليم عن بعد بشكل عام، شايف انه مكانته موضوع كورونا اللي جانا فجأة ده او فاجئ العالم كله، هل شايف الموضوع ده هيدعم فكرة التعليم عن بعد بشكل اكبر من الاول؟ وبعد ما الازمة تخلص هل هنعتمد عليه بشكل اكبر من قبل كورونا؟ دايما الناس بنشوف تصريحات رسمية كتير على مستوى دول كتير يقولك العالم قبل كورونا غير العالم بعد كورونا خالص، هل ده موجود في التعليم عن بعد؟ اكيد العالم بعد الكورونا هيبقى في تغير رهيب حتى في مجالات العمل، في مجال الدراسه بس معظم الجامعات الوقت او كل الجامعات كلنا الوقت المحاضرات بتنزل لنا اونلاين، فكل الوقت يعني كان الاول نيجي نقول له طالب تاخد كورس من على النت يقول لا ازاي كورس من على النت، اكيد مش هيبقى حاجه معتمده، ما كانتش الفكره متقبلينها قوي. الوقت المواد بتاعتهم اصلا اللي في الكليه بتنزل لهم على النت، فبالتالي خلاص يعني كل الوقت بدل ما تنزل وتستهدل وبتاع لا انا اخد كورس انا في مرتاح يعني، فهي كورونا دعمت الموضوع ده جدا. طيب محمود، هل في نصايح معينه تقدر تقدمها لاي حد هو محتاج ياخد كورس اونلاين الفتره دي؟ انا النصايح اللي انا اقدر اوجهها اللي هو يركز على الحاجات اللي هو محتاجها، يعني في طلبه طالما كورسات فري فبيسجلوا كورسات كتير جدا بيسجلوا فيها وفي الاخر ما بيخلصوهاش. انا بقول له يعني شوف انت الكورس اللي انت محتاجه، خد مثلا محتاج انجليزي شوف انت ضعيف في ايه وحاول تشتغل الحاجات اللي انت ضعيف فيها، مش عشان الكورسات فري بيقوم مسجل في كورسات كتير، فهي يعني دي بتبقى ما بتساعدوش اللي هو يخلص الحاجات. طيب محمود، اخر سؤال بالنسبه لي، ما اعرفش نور يعني خبيه